قيل لي أنت أوحد الناس طرا في علوم الورى وشعر البديه لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتبيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أهتدي لمدح إمامين كان جبريل خادما لأبيه شمس العلوم وبحرها باب القداسة باهر البرهان نور الإله وحجة التقديس في الدنيا وفي الأخرى لكل زمان باب الهداية والوفا المولى الرضا روح الإباية في ذرى الإمكان فرحت به الأملاك عند مليكها وغدت تقدس خالق الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فلما حملت تكتم أو نجمة بالإمام الرضا لم تشعر بثقل الحمل وكانت تسمع في منامها تسبيحا وتهليلا قال الراوي بسنده عن علي بن ميثم عن أبيه قال سمعت أبي يقول سمعت نجمة أم الإمام الرضا بن النبي محمد تقول لما حملت بابني علي الرضا عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فيفزعني ذلك ويهولني فإذا انتبهت لم أسمع شيئا وهكذا تتابعت أشهر الحمل بأم الإمام الرضا بن النبي محمد وهي في أتم الفرح والسرور وفي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة سنة 48 من هجرة النبي شعرت نجمة بقرب ولادتها وبينما هي كذلك اضربها الطلق إذا بها قد وضعت بالإمام الرضا عليه
فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، الحج ابن الحسن، الحج ابن الحسن، الحج ابن الحسن. يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد. يوم الولادة قد أنار الأفق من نور الوليد مشيد الأركان. هذا الوليد تقاربت ساعته، نور له يبدو مدى الأزمان. صلى عليه الله خلاق الورى، مقامت الولدان وسط جنان. صلوا عليه، صلوا عليه وآله وتوصلوا في قول خالقكم بكل زمان. أفضل الصلاة متباركين مباركين إن شاء الله بهذه الليلة المباركة الفاتحة إلى روح والدي جواد عبد الله فضل محمد ووالدي مجيد سيف وأم حسن علي مهدي خلف، وللمؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة.